السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شاشة جديدة اهي، لسه واصلة، شاشة HSH، شاشة HSH هي كانت موجودة بس لسه واصلة عندنا. شاشة في منها 9 بوصة وفي منها 10 بوصة وفي منها 9 بوصة 1 رام وفي منها 9 بوصة 2 رام وفي منها 10 بوصة برضك 1 رام وفي منها 10 بوصة 2 رام. الواحد رام 16 جيجا والاتنين رام 32 مساحة، يعني في 1 جيجا 10 و2 والتسعة بوصة برضك في منها 1 رام وفي 2 رام زي ما انت عايز. وسعرها معقول، 1 رام و2 رام اهي. دي 1 رام سليم 9 بوصة، دي اللي فوق دي 10 بوصة واللي تحت 9 بوصة اهي. 2 جيجا سليم 2 جيجا و32 مساحة 9 بوصة ودي 10 بوصة 1 رام و9 بوصة 1 رام اهي. يبقى في 10 بوصة 1 رام وفي 9 بوصة 1 رام وفي 10 بوصة 2 رام وفي 10 بوصة 1 رام زي ما انت عايز، كل موجود. دي الفيشة بتيجي مع الشاشة اهي في العلبة. هنفتح الكيس كده ونشوف جواي اهو. نفتح، طبعا دي وصلة فلاشة وادي الوصلة التانية، يبقى كده وصلتين فلاشة. ودي وصلة الفيديو ان والفيديو اوت والصب، دي وصلة الكاميرا ودي الفيشة. تمام، ادي الفيشة اهي. ودي وصلة الجي بي اس، دي بتيجي معاها الشاشة كده. ممكن ما يجيش معاها الوصلات، في شاشات تانية بيجي ما بيجيش معاها وصلات، بتيجي مع الفريم. كل شركة على حسب ما بتدي، يعني دي بيجي معاها وسط الشاشة وجي بي اس وفيديو ان وفيديو اوت والكاميرا كل حاجة. وفي شاشات ما بتجيبش غير هي الشاشة بس. تمام، دي 9 بوصة ودي 10 اهي، الاتنين جنب بعض اهو. وهنجرب الاتنين، شايفين الشكل؟ شكلها ممتاز كده وبتلمع. نبص على الظهر كده مع بعضنا، واهي ميد ان شاينا طبعا. ادي فيشة الكهرباء والصوت، وطبعا باقي الفيش دي الوصلات طبعا زي ما قلنا، الفيديو والفلاشات، الوصلات المعتادة. تمام، هنحاول نجرب بقى ال10 بوصة. دي 10 بوصة 1 رام ومساحة 16، وفي 10 بوصة 2 رام و32 مساحة، وال9 بوصة نفس القصة، في منها 1 رام وفي منها 2 رام. يعني الناس مش بخلانا نعمل بحاجة بصراحة، يعني كل حاجة موجودة، كل واحد ومقدرته. طبعا زي ما قلنا قبل كده، كل ما تعلي في الرام وفي المساحة بتبقى أقوى في سرعة الاستجابة وطبعا بس هي كله شغال، يعني ما فهمش حاجة وحشة.
بس تفرق في السرعة بس او في فتحة الشاشة. بصوا بقى بعد ما شغلناها اهي دي العشرة بوصة، دي 10 بوصة 1 رام. هي بس عيب 10 بوصة او 9 بوصة 1 رام بتاخد وقت عقبال ما تحمل، فاهم؟ فانت تسيبها يعني اول ما تتفتح تسيبها 2 دقيقة تشتغل معاك تمام بعد كده، لكن الـ2 رام تشتغل معاك على طول اول ما تفتح، عشان بس تبقى عارفين كل حاجة. ده شكل الايكولايزر اهو، ودي نفس اوبشن دي بالظبط، مفيش واجه اختلاف، المساحة فقط، مساحة الشاشة او مساحة الرام. يعني انا بشغل لكم اضعف حاجة عشان تبقى باينة قدامكم ايه امكانياتها، او وحشة او حلوة. مرضتش اشغل 2 رام عشان نبقى عارفين الـ1 رام شكلها ايه، تمام؟ هبصوا بعد اشتغلت الشاشة هتلاقي كل حاجة شغالة معاك عدل. دي ألوان الأزرار، ودي الـGPS، تمام أهو. تخش على القائمة، شوف بقى اشتغلت ازاي بقى، شايفين؟ لما خدت وقتها بط ما قرت البرامج واشتغلت، عشان لسه طبعا اول فتحة ليها، بدأت تشتغل معانا هي عادل. راديو وملفات فيديو يوتيوب، كل البرامج زي الموبايل بالظبط. يعني الـ1 رام زي الـ2 زي الـ4 كلهم واحد، تمام؟ ده السيمز، ممكن نغير السيمز، شايفين السيمز ده، وادوس اوكي. بصوا السيمز اهو كده، احنا غيرنا السيمزات. ده سيمز تاني، نخش على التالت اهو. وطبعا اول ما بتحط دخل النت بيطلب منك تحديث السيمزات، بتحدث طبعا، بيتغير الشكل. نرجع للشكل الاولاني اهو، ادوس انتر، رجع الشكل التاني اهو. دي الواجهة، واجهة الشاشة زي حكاية الموبايل كده، السيمز بتاع الموبايل الواجهة، تمام؟ يعني هو بصراحة في تطور في الشاشات، تطور ملحوظ باين. يعني حتى اللي رمتها 1 جيجا اللي هي اضعف حاجة، حاطين لك فيها كل حاجة اهي. وزي ما انتوا شايفين الصورة نقية ازاي في الشاشة. شاشة 10 بوصة 1 رام SHSH، لسه جاية الشاشة دي. ونجرب 9 بوصة برضو، دي برضو 1 رام مش 2 زي ما اتفقنا، في منها 2 وفي منها 1 رام، ومساحة 16 ومساحة 32. والـ10 بوصة نفس الكلام، في منها 1 رام وفي منها 2 رام. الـ1 رام 16 والـ2 رام 32. دي الشاشة دي لسه جاية اهي، عشان جبناها عشان سعرها معقول، عشان بس ما بقاش فيه حمل على الناس. لان طبعا انت بتجيب الشاشة وبتجيب الفريم غالي برضو بحوالي 600 جنيه، فاحنا بنحاول نراعي او نظبط على قد ايه المعقول يعني. لكن اللي عايز حاجة عالية طبعا موجودة، اللي هي الدبل بيز الـ4 جيجا رام، دي مفيهاش كلام. بس عيب الدبل بيز انها بتنزل 9 بوصة بس، اللي هي 1050 دي بي، 1050 ما بتنزلش غير 9 بوصة اهو. نفس القصة اهو برضو، بنغير السيمز، هي الـ10 بوصة ما فيش اي تغيير. نعمل السيمز التالت اهو،
بتغير سمزات زي الموبايل بالظبط كده. احنا رجعنا السمز الاصلي اللي كان عليها. اه والتاتش حراري مفيش اي كلام. ديت 1 رام ومساحة 16 9 بوصة، في منها 2 رام ومساحة 32 برضه 9 بوصة، وال10 بوصة نفس الكلام. لو كنت بتشتغل معاك عادي مفيش أي مشاكل. أهو في سرعة برضه، مش عشان 1 رام تبقى ضايعة، لا كويسة وشغالة. كده احنا عرضنا عليكم شاشة 9 بوصة وشاشة 10 بوصة، 1 رام و2 رام، الماركة HSH دي لسه نازلة، وهنجربها وعمل لها فيديو ان شاء الله اثناء التركيب. اشوفكم في فيديو جديد.